لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب الأيمان والنذور عند المسائل المتعلقة بالنذور، وسبق أن وقفنا على الحديث العاشر وما قبله من الأحاديث التي تقدمت، كلها تتحدث عن الأيمان أو أحكام الأيمان. وبقية الأحاديث التي نسير معها اليوم إلى آخر الكتاب تتحدث عن النذور، فهذه البقية هي حول أحكام النذور. فسبق أن الأيمان هي يعني اليمين، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه فسميت يمينا. وتكلمنا عن الأحكام المتعلقة بالأيمانات، وأما الأحكام المتعلقة بالنذور فكما سبق أن النذر أصله الإنذار والتخويف في اللغة، وعرفه بعض العلماء كالراغب رحمه الله بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر، وهو شرعا التزام المكلف شيئا لم يكن عليه منجزا أو معلقا. يعني النذر هو عبارة عن أن المكلف يلزم نفسه شيئا لم يكن عليه واجبا قبل ذلك، فلما نذر وانعقد نذره صار واجبا، ولذلك يسمى نذرا، ويكون منجزا ويكون معلقا. يعني يكون النذر منجزا يعني ناجز على الفور، أو يكون معلقا على شيء، أو يكون معلقا على شيء. ومثال الأول كأن يقول لله علي أن أفعل كذا الآن، ومثال الثاني أن يقول لله علي أن أفعل كذا إن حدث كذا. والعلماء اختلفوا في حكم النذر وتكلموا في ذلك، فمذهب أكثر أهل العلم الكراهة أو التحريم، الكراهة أو التحريم للأدلة، سيأتي منها الحديث الذي سنبدأ به هو الحديث العاشر في الباب. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن النذر مكروه، واستدل به البعض الآخر على أن النذر محرم، وهو مذهب الأكثر وهو منع النذر، ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي بخير وأن الله يستخرج به من البخيل. وذهبت طائفة أخرى من أهل العلم إلى استحباب النذر المطلق أي الغير مشروط، أي النذر الغير مشروط، هذا قالوا مستحب. وأما المكروه أو المحرم فإنه يكون في النذر المشروط ونحوه من نذر المعصية ونذر ما يشق على النفس ونحو ذلك. أما النذر الذي ليس فيه شرط، وهو الذي يقول عنه بعضهم نذر المجازاة، آسف لا، نذر غير مشروط، يعني يقابل نذر النذر المشروط هو نذر المجازاة، يقولون هذا مستحب، فإن الله عز وجل أثنى على من يفعل ذلك، قال
الله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، في معرض الثناء على هؤلاء المؤمنين، فهم يوفون بالنذر. وقال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ويعلمه هنا متضمنة للأجر والثواب، يعلمه يعني يعلم ذلك منكم ويجعل لكم على ذلك أجرا وثوابا. وهذا هو الأصح والله أعلم، كما رجح الإمام النووي رحمه الله، أنه لا يقال النذر محرم أو مكروه على إطلاقه، لا، الذي يقال فيه ذلك هو نذر المعصية أو النذر المشروط، وهو الذي يسمونه بنذر المجازاة، كأن يقول: إن شفى الله مريضي فعلت كذا من البر. هذا بخيل، هذا إنسان بخيل لا يريد أن يخرج الصدقة إلا بشرط على الله: إن شفيت مريضي تقربت إليك. فهذا نذر محرم، والله يستخرج به من البخيل، لكنه يجب الوفاء به. إن نذر ذلك وحصل المشروط وجب عليه أن يوفي بنذره، نعم، لأنه هو الذي ألزم نفسه به. ثم هذا فيه كما ذكرنا نوع اشتراط على الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض أهل العلم قسم النذر إلى أقسام، يعني زي مثلا الشيخ البسام قال 4 أقسام. الأول قال: أن ينذر نذرا مطلقا، فهذا يجب عليه فيه أو في حنثه كفارة يمين، نذر مطلق، فهذا يجب عليه فيه في حنثه يعني كفارة يمين، إن لم يفعل فعليه كفارة يمين. قال النوع الثاني: أن ينذر فعل معصية من المعاصي أو ترك واجب من الواجبات عليه، فهذا يجب عليه الحنث وعليه كفارة يمين. ده يجب عليه الحنث لأنه نذر نذر معصية، كأن يقول: لله علي، أو نذر لله علي مثلا، يعني والعياذ بالله، أن يغني مثلا، أو أن يشرب مثلا السجائر أو كذا أو نحو ذلك، هذا والعياذ بالله يجب عليه ألا يفعل ويحنث في نذره هذا، وعليه كفارة يمين. وأما النوع الثالث: أن ينذر نذرا لا يطيقه ويشق عليه مشقة كبيرة من عبادة بدنية مستمرة أو نفقات من ماله باهظة، فعليه كفارة يمين. إن الإنسان ينذر ما لا يطيق، اللي يقول: لله علي مثلا، إن أنا مثلا أصوم ولا أفطر، لله علي أصوم ولا أفطر، هذا شق على نفسي. فهذا الذي نذر شيئا لا يطيقه، فعند ذلك هذا يعني له أن يعني يحنث، وعليه كفارة يمين، وعليه كفارة يمين. قال النوع الرابع: نذر التبرر. التبرر يعني أنه يفعل بر، كالصلاة والصوم والحج والعمرة، يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فيلزم الوفاء، سواء نذر نذرا مطلقا أو علقه على حصول نعمة أو اندفاع نقمة أو حلف بقصد التقرب. يبقى هذا مجمل يعني أحوال الناس في النذور، مجمل أحوال الناس في النذور. قال في الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. قال: متفق عليه. وهذا كما ذكرنا النذر الذي يعني يقال أنه محرم أو مكروه، النذر الذي فيه نوع مجازاة. ثم قال: وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. قال: رواه مسلم. وزاد الترمذي فيه قال: إذا لم يسمه، كفارة النذر كفارة يمين إذا لم يسمه،
إذا ما سماش يعني النذر فكفارته كفارة يمين، يعني كأن يقول لله علي نذر ولم يسمه، فإن لم يفعل فإنه يكفر كفارة يمين. قال صح هو لأبي داود من حديث ابن عباس مرفوعا: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. قال وللبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ولمسلم من حديث عمران: لا وفاء لنذر في معصية. وهنا نلاحظ أن الأحاديث الأخيرة ليس فيها ذكر كفارة، والحديث الذي ليس فيها ذكر كفارة في نذر المعصية، في نذر المعصية، والحديث الذي ذكر فيه كفارة في نذر المعصية حديث اختلفوا فيه وهو يعني ضعيف السند. ولذلك هذه المسألة اختلفوا فيها العلماء، هل يجب على نذر المعصية كفارة؟ إنسان إذا نذر معصية، نذر معصية كان قال لله علي أزور قبر البدوي ونحو ذلك، هذا نذر معصية. طيب ماذا يفعل؟ لا يفعل هذا النذر. طيب هل عليه كفارة؟ اختلفوا جمهور العلماء على أنه لا كفارة عليه، على أنه لا كفارة عليه. وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وطائفة إلى أنه عليه كفارة. الجمهور استدلوا بالأحاديث الثابتة التي لا خلاف على صحتها، وقالوا أنه لم يذكر فيها كفارة، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وحديث لا وفاء لنذر في معصية، وهي أحاديث في البخاري ومسلم. أما الحديث الذي فيه ومن نذر نذرا في معصية كفارته كفارة يمين، قالوا هذا حديث ضعيف، حديث رواه الترمذي وبعض أهل العلم، لكن هذا الحديث اختلفوا في سنده. والحقيقة أن خلاصة القول أن الجمهور على عدم الكفارة، وأنه لا يفعل نذر المعصية، وأن الإمام أحمد وبعض أهل العلم على أنه لا يفعل طبعا لكن عليه كفارة، وهذا من باب الأحوط والله أعلم، يعني ويعني من باب الأحوط أن الإنسان الذي نذر معصية إذا ترك، إذا يعني علم أن هذا نذر معصية فعليه طبعا ألا يفعل، وعليه الكفارة احتياطا. فإن الحديث وإن اختلفوا فيه لكن يعني فيه يعني في المسألة ما يعني يكون فيه القياس أو التقارب على هذه المسألة في مسألة الكفارة. إذا كان الذي نذرا مباحا وحنث فيه عليه كفارة، فمن باب أولى أن من نذر نذر المعصية فهو لن يفعل، فهو كالحانث شبه الحانث في النذر المباح، فلما لا نجعل عليه الكفارة من باب المشابهة في الحال والله أعلم. نعم. قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، قال فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فاستفتيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب. قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال الحافظ ولأحمد والأربعة: فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. فلتختمر، هنا في هذه الرواية قال فلتختمر، لأن هذه الرواية فيها أنها نذرت أن تحج بيت الله ماشية غير مختمرة، ماشية غير مختمرة،
وكأن هذا كان يعني عرف عند الناس قديما في الجاهلية، وأثاره موجودة. يعني أنا أذكر يعني والدتي رحمة الله عليها، وكان بعض الجيران عندنا ناس الكبار يعني في السن، كانوا إذا اجتهدوا في الدعاء كشفنا رؤوسهن. يعني وده طبعا خطأ، إن كان يعني المرأة تظن هذا تعظيما للأمر، إنه عندما تجتهد في الدعاء تكشف رأس. حتى أن يعني والدتي رحمة الله كنت أسمعها تقول عبارات أشبه بعبارات يعني أنا بدعيك يا رب وأنا كشف رأسي. فكأنه معنى تذلل، معنى تذلل لله سبحانه وتعالى. والله أعلم قد يكون هذا مقبولا إذا لم يكن فيه محرم أو مصحوبا بمحرم. إن المرأة لو بتتذلل لله سبحانه وتعالى بأنها بتنكسر وتكشف رأسها ونحو ذلك ضعفا لله من غير أن ترتكب معصية، كأن يكون الأجانب يرونها ونحو ذلك، أو تكشف عورتها للناس أو نحو ذلك. فوالله أعلم يعني الأقرب والله أعلم أنه ليس محرما، ليس محرما. وإلا هي المرأة يجوز أن تدعو الله سبحانه وتعالى على كل حال، سواء كانت ساترة الرأس أو غير ساترة الرأس، يجوز أن تدعو الله. هي لما كانت تريد أن تظهر انكسارا وافتقارا لله سبحانه وتعالى، فكان هذا المعنى معنى جميل. لكن في حضور الأجانب طبعا لا يجوز. يعني الخلاصة يعني كأن أخت عقبة ابن عامر نذرت أن تمشي إلى بيت الله غير مختمرة، يعني نوع من الذل والانكسار لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فلتختمر ولتركب، يعني مرها فلتفعل هذه الأشياء. ففي هذا الحديث نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أشياء ومنع أشياء. في الرواية الأولى قال لتمشي ولتركب ولتختمر، يعني هي نظرت أن تمشي تحج ماشية، يعني هتطلع من المدينة لحد مكة تروح المسافة دي كلها ماشية على رجليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لتمشي ولتركب، لأنه شيء ممكن يطاق لكن فيه مشقة، فقال لتمشي ولتركب. يعني ممكن هي تركب مسافات كثيرة وتنزل تمشي بعض المسافات. إن الله غني عن تعذيبها لنفسها. إنما لو واحد مثلا في زماننا ده دلوقتي قال إن هو يعني ينذر لله أن يحج ماشيا مثلا من بلاد بعيدة، هذا قد شق على نفسه، فهذا لا يعني يوفي، وإنما يسعه إنه يحنث طبعا، وفي هذه الحال هيكفر كفارة اليمين. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها. قال: متفق عليه. اقضه عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقضي يعني هذا النذر عنها. فهذا الحديث فيه مسألة تتعلق بطبعا أحكام النذور، وهي جواز قضاء النذر عن الميت الذي مات وعليه نذر، وعليه نذر. وهذا الحديث فيه دليل على مشروعية أن يقضي عنه الحي، لكن العلماء اختلفوا في نوع النذر، اتفقوا في الجملة في مشروعية القضاء، واختلفوا في القضاء في بعض أنواع من النذر، أنواع من النذر. يقول الشيخ البسام: يدل الحديث على أن الوفاء بالنذر عبادة يجب أداؤها، فمن مات وعليه نذر طاعة شرع لوارثه أن يقضيه عنه، وهذا يدل على مشروعية بر الوالدين، وأن من أعظم البر وفاء ما عليهما من الديون والحقوق والواجبات، سواء كانت لله تعالى أو للآدميين، وأن الميت يلحقه ما يفعل
ما يفعل له من الأعمال الصالحة من عتق أو صدقة أو صيام أو غير ذلك. الجمهور ذهبوا إلى أنه لا يجب على الوارث الوفاء بنذر الصيام، وده الأرجح أنه لا يجب عليه. يعني الوارث له أن يصوم وله أن يكفر كفارة عن الميت، يعني ميت مات لي وعليه نذر صيام، وعليه نذر صيام. ففي هذه الحال الجمهور يقولون أنه يجوز له أنه يصوم ولا يجب عليه، ولا يجب عليه، خلافا لبعض العلماء الذين ذهبوا إلى الوجوب من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عليه من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. هذا الصيام ليس على الوجوب على الأرجح والأصح، فيجوز للولي أن يصوم ويجوز له أن يترك إن شاء، ويعني يكفر عنه كفارة يعني الصيام. وكذا إذا كان نذرا ماليا برضو لا يجب على الوارث أنه يوفي بهذا النذر. يعني لو أن إنسانا يعني ميت عندي أنا مات وعليه نذر مالي، كأن قال مثلا لله علي أتبرع بألف جنيه بمئة ألف جنيه وما كانش يوفى، إن لم يترك وفاء لا يجب علي أنا كولي. إن لم يترك وفاء، يعني إن لم يترك مالا يوفى منه، فلا يجب علي أنا، لا يجب علي أنا إن أنا أوفي هذا المال، لأنه ده أصلا الدين الأصلي الذي هو دين للعباد لا يلزمني، فكيف بالدين الذي هو دين لله عليه؟ طب البعض يقول طب ما دين الله أعظم وأحق وكذا ونحو ذلك. نعم، لكن حق الله يقوم على المسامحة، على قاعدة المسامحة، إنه إذا لم يتيسر كان فيه العفو. أما حق العباد فهذا الذي يكون فيه المساءلة للورثة وكذا، وإن كان ترك مالا يجب عليهم أن يؤدوا ذلك. ثم قال: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: أي النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان فيها وثن يعبد؟ المنطقة دي بوانة دي. الرجل سأله قال له: أنا نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. بوانة دي مثلا حتى مثلا في حدود المدينة كده ولا حاجة. فقال: هل كان فيها وثن يعبد؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله، الحتة دي كان بيقام فيها أي عيد من أعياد الجاهلية أو فيها وثن بيعبد؟ قال: فهل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية أو من أعيادهم؟ قال: لا. وهذا فيه دليل على عدم جواز الوفاء بالنذر إن كان فيها هذه الأشياء، البقعة دي كان فيها وثن يعبد. لماذا؟ لأن الناس هيظنوا أن ده المكان ده بيعظم عشان الوثن اللي كان موجود، فالناس بيجوا يوفوا من النذور عنده. أو كان فيها عيد من أعيادهم، أعياد الجاهلية كانوا بيعملوا فيها الموالد ومش عارف إيه ونحو ذلك. قال: لا. قال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال: رواه أبو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الإسناد. قال: وله شاهد من حديث كردم عند أحمد. فهذا الحديث كما يقول الشيخ العثيمين يدل على أنه يجوز تعيين المكان للنذر إذا كان هذا لغرض صحيح. فلو نذر أن يتصدق بالمدينة ثم أراد أن ينقله إلى بيت المقدس فلا يصح، لأنه انتقل إلى مفضول، المدينة أفضل. ولا يجوز الذبح لله حول الأصنام والأوثان، ولا يجوز أن نخص المكان إذا كان مخصوصا لأعياد المشركين. أي مكان عموما كان فيه أعياد مشركين، كان فيها وثن يعبد، كان فيها عيد من أعيادهم، والحقيقة أن المعنى يعم، وكان فيه أو كان فيها
عصيان لله عز وجل. بقعة دي معروف انها بتاعت المعاصي، انا ما اروحش فيها واتقرب، ومعروف انها بقعة معاصي. يعني زي الناس اللي بيروحوا يعملوا يقول مثلا ده انا هعمل مش عارف مثلا هعمل ندوة مثلا، ويجي على مسرح الناس بيطبلوا ويرقصوا فيه ليل ونهار، هو هيمشي من هنا وهم يرقصوا بالليل، وهو قبل ما يشتغل هو كان شغالين بتوع الرقص والطبل، والصبح هيشتغلوا تاني رقص وطبل، وبكرة بالليل هيشتغلوا تاني رقص وطبل. بقعة والعياذ بالله فيها والعياذ بالله من إغضاب الله ما فيها وعليه. أنا ما روحش بقى واروح جايب الناس فيها وأقول أنا جاي أقعد هنا وعشان أديكم ندوة وأعمل وأسوي، لأن نفس المعنى موجود. هل كان فيها وثن يعبد؟ هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ كانوا بيجوا هنا بيعملوا حفلة واحتفال بتوع الجاهلية بمعاصيهم والعياذ بالله وما يرتكبون؟ ما هو نفس المعنى، الصالة بتاعت الأفراح والرأس والطبل هي اللي بيتعمل فيها، هو نفس المعاني، إغضاب لله وعصيان لله. أنا أخذ الناس وأروح أقعد وأقول ده أنا جاي أعمل ندوة، ده جاي أديكوا درس هنا، ده نفس المداخل ونفس الأماكن اللي بيخش فيها الصيع والمجرمين والسفلة والعراة، هيخشوا دلوقتي وهيخشوا كمان شوية وهيخشوا بكرة، هو المعنى. بخلاف ما لو أنا هغير المكان، المكان ده كان بيعصى فيه ربنا، خلاص أنا هشيل كل صور المعاصي اللي فيه وهغيره وخليه يطاع فيه، ده شيء عظيم جدا. الكعبة كانت مليانة أصنام، فلما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم أزال هذه الأصنام. ربما حد دلوقتي يقول لي شبهة، يقول لي طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخش الكعبة وكان فيها أصنام وكان بيعبد ربنا فيها. نقول لك ده الجواب، يعني الأصل في الكعبة إن هي بيت الله ومقام لعبادة الله، وهم المجرمين دخلوا عليها أشياء استثنائية. إنما المكان اللي أنا بتكلم عليه اللي هو مكان الناس أصلا عملتهم البداية عشان يعصوا ربنا فيه ويفجروا فيه ويتعروا فيه ويتكلموا كلام فاجر فيه والعياذ بالله، يعني الواحد يعني ما يقدرش حتى يعني أن ينطق بلفظ من هذه الألفاظ اللي يعودوا يقولوها في الأماكن القذرة دي والعياذ بالله، ويجيبوا اللي بتاع يعني الراجل اللي بتاع اللي بيغني ده أخف ما يعني أخف ما يقال في ذلك، الراجل اللي بيغني بيقول له امشي مع السكران وما تمشيش مع الفايق، عشان الفايق مش عارف هيعمل ويقول والسكران مش هيعمل ده. دي أغنية من أخف الأغاني اللي بتتقال في الأماكن ديت. أنا بقى أروح أنا، هم خدوا الجدول بتاعهم، خدوا وقت الساعة 12 الظهر ولا الصبح، وأنا أخش الساعة 12 الظهر، وبعدين يخش بعد منهم واحد تاني يقول اشرب حشيش وخد مخدرات وقعد واضرب دماغ ومش عارف. نفس المكان دخل فيه الناس أهل الطاعة، ونفس المكان دخل فيه العرايا والفساق والمجرمين، هو نفس المكان، دول داخلين ودول طالعين. فين يعني التمعر لمعصية الله سبحانه وتعالى، والغضب لمعصية الله سبحانه وتعالى، والإنكار على الأماكن والمشاهد؟ وإلا يبقى هنقعد نقول بقى لا ده مصلحة الدعوة، خلاص يبقى هنعمل زي الجماعة إياهم بقى، كل حاجة كانت زمان عندهم مصلحة الدعوة مصلحة الدعوة مصلحة الدعوة، لحد ما بقاش في دعوة أصلا، بقت المصالح هي المصالح اللي هي والعياذ بالله السيئة دي، والانحراف الرهيب جدا اللي الناس راحت له. فنسأل الله العفو والعافية. قال وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. الرجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا نذرت لو ربنا فتح لك مكة بمناسبة الفرحة دي أنا أروح أصلي في بيت المقدس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتوا إيه رأيكم الأول في الإيه في طريقة العرض بتاع الراجل؟ فيها الحقيقة فيها نظر، وفيها في الحقيقة نوع من التكلف والتنطع، إن أنا نذرت إن ربنا فتح لك مكة أروح أصلي في بيت المقدس. طب ما مكة أعظم من بيت المقدس آلاف المرات. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلها هنا، ليه تسيب بيت الحرام وتروح بيت المقدس؟ صلها هنا. فسأله، فالرجل تاني يتعنت وكأنه يعني بيستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم،
فقال فسألهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا. فسألهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم شأنك إذن، روح بقى خلاص، انت خلاص انت دماغك هي كده. ونسأل الله العفو والعافية. لذلك الهوى، الهوى صاحب الهوى، نسأل الله العفو والعافية. شوف تخيل النبي صلى الله عليه وسلم مش النبي صلى الله عليه وسلم مش قابل هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش مقتنع بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الواحد فينا فعلا يتصبر بمثل هذه الأشياء، إنه الراجل مش مقتنع بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يجي الواحد فينا يجد أحيانا من بعض الناس تيجي تقول له الحاجة، هو الهوى اللي في دماغه، هو عايزه. نسأل الله العفو والعافية. فهذا الحديث فيه ابتداء يعني أن النذر ينعقد إن نذر أن يرحل إلى بيت المقدس ليصلي. وعليه أخذ العلماء إنه لو نذر إلى غيره فلا، يعني كأن ينذر أن يصلي مثلا في مكان في دولة أخرى، في مسجد في دولة أخرى. هذا المسجد لو كان غير المساجد الثلاثة، لو كان هذا المسجد غير المساجد الثلاثة فلا يجوز الوفاء بالنذر، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة. ولذلك لو واحد قال لله علي نذر أن أصلي في مسجد قباء، فهذا النذر لواحد مثلا من بلد أخرى، إنما لو واحد مثلا من أهل مكة لا بأس، إنما لو واحد من بلد أخرى هيروح مخصوص من بلده لمسجد قباء، هذا يقال له صلي في مسجد المدينة، صلي في مسجد المدينة. نعم، لأنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا. قال متفق عليه، واللفظ للبخاري. وهذا من الحقيقة عظيم فقهي ويعني ذكائي الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله. جاء بعد حديث الرجل اللي هو قال نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، جاء بهذا الحديث تنبيها على إنه اللي هينذر يروح يصلي في مسجد في بلد أخرى هذا لا يجوز له أن يفعل. لماذا؟ لأنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قالوا عن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال فأوفي بنذرك. قال متفق عليه. وزاد البخاري في رواية فاعتكف ليلة. هذا الحديث فيه أن عمر رضي الله عنه نذر نذرا وهو في الجاهلية، هو أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. فهذا الحديث ابتداء يدل على أنه يجوز النذر من الكافر ويجب عليه الوفاء به إذا أسلم. إذا أسلم، لو واحد في أيام كفره نذر نذر طاعة أو نذرا مباحا، فهذا الإنسان في إسلامه يلزمه أن يوفي به إذا كان نذر طاعة أو مباح. لأن عمر لما نذر كان في الجاهلية، لكنه نذر نذر مباح أو نذر طاعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. نعم. وهذا الحديث أيضا فيه جواز الاعتكاف بدون صيام، جواز الإنسان يعتكف بدون صيام. وهذا فيه إشارة إلى أنه لا يلزم ابتداء الإنسان أن يكون الاعتكاف في رمضان، يجوز الاعتكاف في غير رمضان، لكنه يجوز أن يعتكف بغير الصيام سواء في رمضان أو غير رمضان. بمعنى أنه قد يعتكف الإنسان في رمضان وهو ليس من أهل الصيام، مثلا كان يكون مريضا، واحد مريض ما بيصومش، لكن هل يمنع ذلك من أن يعتكف؟ يجوز له أن يعتكف. ويدل عليه حديث عمر هذا، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، أعتكف ليلة، والليل ما بيبقاش فيه صيام. وعليه أخذ منه العلماء جواز الاعتكاف
بغير صيام، وفيه جواز الاعتكاف في غير رمضان. نقف على كتاب القضاء إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.